يا رب دايما وابدا تكونوا بخير وبالتوفيق يا رب دايما وابدا. كراسه مربعات، آلتك الحاسبه، جدول الضرب قدامك، هناخد لفه في كليه هندسه ونفتكر زمن الرياضيات الجميل وقوانين الاحصاء العظيمه. انا قلعه الطب، بشرح طب وهندسه لحد ما يجيبوا كليه هندسه او نجيب اجلك. هنتكلم النهارده على المحاضره الثالثه، حاجة اسمها كيس كنترول، اللي هي عبارة عن حفيد لابن اسمه analytical study، لأب اسمه observational، لجد اسمه epidemiological studies. العناوين بتاعتنا النهاردة هي الانترو وشوية definitions، وبعد كده الخطوات ازاي نعمل كيس كنترول والoutcome النتيجة بتاعتنا، ونشوف مدلول النتيجة بتاعتنا دي ايه بالظبط، والمميزات والعيوب، وطبعا الفقرة اللي بحبها الاسئلة. بالترتيب كده اول حاجة نتكلم عليها وهي الانترو. احنا لازم طبعا كالعاده نفتكر كل مره الكلاسيفيكيشن. فعندنا الجد اللي هو الابيديميولوجيكال ستاديز بيتقسم لابين، واحد بالعين والتاني بالايد. عندنا اوبزرفيشنال واكسبيرمنتال، وبعد كده عندنا الاوبزرفيشنال ده اتكلمنا قبل كده على الديسكريبتيف وشرحناه بالتفصيل، وكانت فيها مجموعه واحده ما كانش فيها مجموعتين، وشرحناهم بقى بالتفصيل مش هنتكلم فيهم تاني. والاناليتيكال هنشرح بقى النهارده الكيس كنترول، والفيديو الجاي ان شاء الله الكوهورت. ومنتهى البساطه الاناليتيكال بيميزها وجود مجموعتين، يعني مجموعه مريضه ومجموعه سليمه، او مجموعتين سليمين واشوف مين فيهم هيتعب قدام، باعتبار ان انا هعرض مجموعه منهم لريسك فاكتور معين والمجموعه الثانيه لا. طبعا لما يكون مجموعه سليمه مجموعه عينه يبقى احنا بنتكلم على كيس كنترول. وزي ما اتفقنا السؤال بتاع كيس كنترول والكوهورت دايما نحط في دماغك هنمشي من فين لفين. لو مشينا من عند الاكسبوجر او اللي هو الحاجه اللي عرضك ليها للنتيجه يبقى اسمها كوهورت. لو مش من النتيجه اللي هي المرض غالبا اللي هو الديزيز هتبقى كيس كنترول، باعتبار ان هي بدا بكلمه كيس اللي هي معناها برضو مرض او حاله. والاكسبيرمنتال اللي هو المحاضره الخامسه ان شاء الله، وبتتكلم على ابن واحد اللي هو الترايل. اول حاجه شويه كلام كده عام عن العيله بشكل عام، اللي هي الاناليتيكال ستاديز اللي هي اسمها دراسات تحليليه. اول حاجه هنتكلم على التعريف بتاعها. هو مش تعريف قوي بصراحه، هو هنا بيسالك سؤال، بيقول لك انت هنا بتسال نفسك سؤال عشان تعرف توصل لمرحله الاناليتيكال، هل الاكسبوجر والاوتكم ليهم علاقه ببعض ولا لا؟ زي ما اتفقنا في اللي فاتوا احنا كنا بنبقى بس اول خطوه في ان هو في علاقه بينهم، انما ما كناش نقدر نقول مين فيهم بيسبق مين او مين فيهم يؤدي الى مين. بمناسبه السؤال ده، هل الاكسبوجر والاوت كام ليهم علاقه ببعض او لا، انا عايز اقول تجميعه صغيره هتنفعنا جدا جدا قدام، واتسالت عليها قبل كده. ما هو الفرق ما بين كروس سكشنال وكيس كنترول وكوهورت فيما يتعلق بالاكسبوجر والاوت كام؟ الكروس سكشنال انت بتقابل عيان وتساله وتقول له هو انت ايه، هو طبعا عيان بتشوفه قدامك بتلاقيه تخين وبياكل اكل كتير، وانت ما بتسالوش تقول له هو مين فيه وسق مين، انت بتساله بتقول له هو انت بتاكل كتير، يقول لك اه، هو انت تخين، يقول لك اه، يبقى انت عرفت الاثنين حصلوا دلوقتي، ما تعرفش فيه سبق مين وانت ما سالتوش اصلا مين فيه وسق مين. ده الكورس سكشنال، وطبعا ده في مجموعه واحده ما فيش فيه مجموعتين زي الكيس كنترول والكوهورت عشان دول اناليتيكال وده اوبزرفيشنال. الحاجه الثانيه بقى لما نيجي نخش على الكيس كنترول، الكيس كنترول انت برضو بتقابل الشخص مره واحده زي الكورس سكشنال، بس انت بتغير شكل السؤال. بدل ما كنت بتساله وبتقول له هو انت تخين وبتاكل اكل كتير، دلوقتي انت بتساله وبتقول له هو انت كنت بتاكل اكل كتير بقالك كتير، ولا انت تخنت الاول وبناء عليه بتاكل اكل كتير، مين فيهم سبق مين؟ انت بتساله وتقول له مين فيهم سبق مين، بس هما في الحالتين سواء كروس سكشن او كيس كنترول انت قابلته مره واحده. ان بقى في الكوهورت انت بتقابله مرات كتير عشان بتعمله حاجه اسمها فولو اب، وطبعا بما انك انت هتقابله مرات كتيره فانت بنفسك هتعرف مين فيهم سبق مين، وبناء عليه فاحنا في الكروس سكشن مش قادرين نعرف مين فيهم سبق مين فمين فيهم سبب مين. انما في الكيس كنترول والكوهورت احنا عارفين مين سبق مين، فاحنا عارفين مين سبب مين، فعارفين مين اكسبوجر ومين اوتكم في الامثله بتاعتنا بس كده. يقول لك هنا في عندنا انواع الاناليتيكال اللي هما زي ما اتفقنا قبل كده الحفيدين. الحفيد الاولاني اسمه كيس كنترول واللي هنتكلم عنه النهارده، والتاني اسمه كوهورت. كيس كنترول نوعه ريتروسبكتيف، وريترو معناها قديم او للماضي، عشان خاطر انت بتبدا الكيس كنترول النهارده وتقابل ناس عيانه عندها مرض وناس مش عيانه، وتسالهم يا جماعه هو انتوا كنتوا قبل كده اتعرضتوا لحاجه توصل للعياده ولا لا، فانت بتسالهم على الماضي، فعشان كده سموها ريتروسبكتيف. انما الكوهورت اسمها بروسبكتيف عشان خاطر انت بتقابل ناس سليمه ما فيش فيها اي حاجه خالص، وتعرضها لحاجه معينه وتراقبهم لفتره مستقبليه قدام تشوف هيجي لهم مرض ولا لا، فكلمه برو معناها مستقبليه. طبعا الديزيز هنا هو الاوت كام، والاكسبوجر هو الاكسبوجر كريسك فاكتور او بروتكتيف. يبقى كده اتكلمنا عن تعريف الاناليتيكال اللي هو عباره عن سؤال بتساله لنفسك، واتكلمنا دلوقتي على التايبس، وهنخش نتكلم على الاستخدامات او الاكزامبلز.
الاستخدام بتاع الاناليتيكال ستادي هو عباره عن انك انت بتختبر ايه؟ بتختبر صحه انه في عندنا فرضيه بتقول ان في حاجه بتؤدي لحاجه او حاجه سبب حاجه. تعال نقرا الامثله بسرعه. يعني طبعا التدخين يؤدي لان كانسر، انتوا عارفين الواحد بياكل كميات كتير جدا وبيستي. انما حكايه الفورسبس دليفري دي المفروض اللي هو الولاده الطبيعيه اسمها فاجينال دليفري، احيانا البيبي بيبقى فيه مشكله فبنضطر نستخدم الفورسبس زي ما انتوا شايفين كده في الصوره. مشكله الحكايه ديت ان احنا هنا بنعمل بريشر على البرين، وده بيخلي عندنا لخبطه شويه في الاي اي جي اللي هو اللي بيقيس كهربه الدماغ، فيحصل عندنا ابليبسي اللي هو الصرع. طبعا مش هدخلكم في التفاصيل قوي يعني، بس هتاخدوه بالتفصيل في الاطفال ان شاء الله. فبشكل عام زي ما قلنا حاجه بتؤدي لحاجه. نتكلم بقى في المفيد. كل اللي فات ده كله كلام فاضي ما بيجيش اصلا في الامتحان ومش مهم خالص، طبعا على الكلاسيفيكيشن احنا متفقين مهمه جدا. نتكلم بقى على الكيس كنترول. اول حاجه عندنا الديفينيشن، طبعا تعريفها تعريف بديهي جدا مفيش في اي حاجه، بيقول لك عائلتها الاول، هات لي عائلتها. لما تقول مين عمرو تقول له عمرو اشرف ابراهيم الدسوقي، فانت بتجيب عائلته. فمين هو كيس كنترول؟ هو الكيس كنترول ابن الاوبزرفيشنال اللي هو ابن الابيديمولوجيكال ستادي. طبعا انت ممكن تضيف من عندك ان هو الكيس كنترول ابن الاناليتيكال الاول اللي هو ابن الاوبزرفيشنال اللي هو ابن الابيديمولوجيكال ستادي. طيب بيعمل ايه بقى؟ بيقارن ما بين الاكسبوجر وبيقارن ما بين الاوتكم، بيجيب مجموعه من الناس سليمه ومجموعه من الناس عيانه، اهو ديزيز كيسز للناس العيانه والهيلثي للناس السليمه، ونقارن بينهم وبين بعض في حاله الاكسبوجر. يعني اشوف الناس العيانه الناس السليمه دي كان عندهم قبل كده اكسبوجر ولا لا، يعني كانوا متعرضين لحاجه ولا لا. وزي ما اتفقنا المثال اللي كلهم بيحبوه في الاسم هو مثال اللانج كانسر والتدخين. فانت بتجيب مجموعه عندها لانج كانسر ومجموعه ما عندهاش، وتشوف المجموعه اللي عندها لانج كانسر دي كانت زمان بتدخن ولا لا، والمجموعه اللي ما عندهاش كانت زمان بتدخن ولا لا. نكمل. يقول لك هنا ان احنا بنجمع الداتا ريتروسبكتيف، عشان كده زي ما قلنا قبل كده حاجه اسمها ريترو يعني لورا، احنا بنجمع فعلا داتا لورا لان احنا معانا اوريدي ان هو عيان اهو، بس بناخد منه داتا اسمها هو انت كنت بتدخن ولا لا، وبنساله انت كنت يعني زمان. ماشي. It's the most feasible design where disease outcome are rare. يعني ايه الكلام ده؟ الطبيعي لو انا قلت لك ان في عندك حاجه نادره وحاجه موجوده بكثره هتقول لي لا، طب انا ابدا اول حاجه بالحاجه النادره واجمعها الاول عشان خاطر انا عارف انها ممكن ما الاقيهاش، وبعد كده الحاجه الكومن ما هي موجوده. وبناء عليه الكيس كنترول والكوهورت شوف هما بيبداوا بايه بالظبط، واللي بيبداوا بيه هما اللي بيدوسوه كارير. احنا نبدا في كيس كنترول بالمريض، صح؟ بالمرض. قلنا قبل كده ان كلمه كيس تعرفك او تحشيك كده ان انت بتبدا اول حاجه بالاوتكم او بالديزيز، وبعد كده بتروح تسال على الاكسبوجر. وبناء عليه دي افضل دراسه تدرس الاوتكم لما يكون رير. ليه؟ عشان هي بتبدا بيه زي ما اتفقنا. الكوهورت بقى العكس، الكوهورت بقى نفس الجمله ذا موست فيسيبل ديزاين وير الاكسبوجر هو اللي رير، عشان هي بتبدا بالاكسبوجر، بتبدا بالحاجه النادره وتجمع بعد كده الحاجه الكومن براحتها. ماشي. حتى الان الديفينيشن ده كده كله على بعضه بيتكتب في الامتحان لو اتسالت عليه ومهم. خش بقى على جزء الكاركترز. الكاركتر بقى فيها شويه كلام بقى ايه عنب. مبدئيا كلام في الفاضي يقول لك ان احنا بنجيب مجموعه ناس عندها مرض وناس سليمه. الناس اللي عندها مرض اسمها كيس جروب والناس اللي سليمه اسمها كنترول جروب. ماشي شكرا. بعد كده بيقول لك هنا ان احنا بيبقى عندنا في شك في ايجنت معين اللي هو مثلا التدخين زي ما اتفقنا، احنا شاكين ان التدخين هو الحاجه اللي بتؤدي لللانج كانسر. فابدا اسالهم اقول لهم يا جماعه هو انتوا كنتوا بتدخنوا ولا لا؟ سواء بقى طبعا الناس الكنترول او الناس اللي هي ايه؟ الكيس. وابدا كده ابدا بقى اشوف بقى اذا كان في علاقه ولا لا، يعني فعلا الناس اللي هي عندها لانج كانسر كانوا كلهم مثلا بيدخنوا او معظمهم بيدخنوا، واللي ما كانش بيدخن ما جالوش المرض. طيب these studies are carried at once، وسمعنا الكلمه دي قبل كده وسمعناها في cross sectional، وقلنا قبل كده ان cross sectional حاجه اسمها سناب شوت مره واحده. طبعا هو ده هنا عن طريق دايركت كوشننج، يعني انك تقعد معاه وتقعد تساله فيرد عليك، او انك تعمل حاجه اسمها كلينيكال ريكوردز. كلينيكال ريكوردز معناها انك تروح المستشفى وتجيب التذكره او الملف بتاع المريض ده، فتلاقي مكتوب في ملف المريض ان هو دخل المستشفى وعمل كذا وكذا وكذا، او كان فيه كذا وكذا او عنده كذا وكذا. فطبعا كلمه كلينيكال ريكوردز زي ما اتفقنا اللي هي ايه؟ الريكوردز الطبيه اللي هي الملف بتاع سيادتك. نفس الكلام اهوت اللي هم الكنترول اللي هم مفيش عندهم نو اوت كام، يعني مفيش عندهم مرض، بيبقى في منهم ناس شربت السجاير وناس ما شربتش السجاير. انما هنا الناس اللي هي المريضه في منهم ناس برضه شربت سجاير وناس ما شربتش السجاير. وزي ما هو موضح كده يقول لك ان هو ايه، بنسالهم بالتواريخ القديمه، يعني بنسالهم ريتروسبكتيف. دلوقتي عايزين نشوف ايه الخطوات لواحد عجبه واشترى مننا ان هو عايز يعمل خلاص كيس كنترول ستادي. اول حاجه لازم نجيب الكيس وبعد كده نجيب الكنترول، ده بديهي اسمها كيس كنترول. وانا بجيب الكيس بقى هتلاقي مكتوبه كلمه اسمها ديفاين الكيس، وكانت مكتوبه قبل كده برده في المحاضره الاولى والثانيه، انما ما جبتش سيرتها قوي عشان خاطر حاسس ان مكانها هنا افضل بكتير. ديفاين الكيس يعني شوف انت عايز الناس تكون مريضه بايه، عايزهم يكونوا مريضين باللانج كانسر، نقطه. ده اسمها ديفاين الكيس. كرايتيريا فور انكلوجن واكسكلوجن، وده شرحناه بالتفصيل قبل كده في الفيديو الاول، وقلنا ان انا عايز الناس المريضه باللانج كانسر دول يكونوا ميل، فبعد كده كلمه يكونوا ميل معناها انكلوجن كرايتيريا، اي حد هيكون ميل هيخش عندي في الدراسه ان انتري،
فيدخل، عشان كده سموها انكلوجن. واي حد مش هيكون في ميل مش عايزه، او سوري اي حد هيكون في ميل مش عايزه، فاي حد هيكون في ميل مش عايزه فهي لو كانت في ميل هتخرج بره الدراسه بتاعتي فتبقى اكزيت، فتبقى عشان كده اسمها اكسكلوجن كرايتيريا. كلام في الفاضي بس تبقى فاهم. اهو انكلوجن تدخل معايا، اكسكلوجن تخرج بره الدراسه بتاعتي. انا اخترت اهو الكيس وكل حاجه تمام. خطوه رقم 2 اختار بقى الكنترول، المجموعه اللي هي المفروض تكون مش مريضه، وبستخدمها عشان استخدم كلمه كومباريزون اللي هي زي ما قلنا قبل كده بتبقى مرايه عشان بتاكد النظريه بتاعتي او الفرضيه بتاعتي. الكنترول دول زي ما اتفقنا المفروض ان هم يكونوا فري فروم ديزيز، مفيش فيهم مرض. انما الحته المهمه بقى ان لازم يكونوا نسخه، مش قلنا مرايه، لازم يكونوا نسخه من الناس المريضه. يعني ايه؟ يعني المفروض لو انا جيت قلت مثلا ان الكيس بتاعتي الناس اللي عندها لان كانسر وسنهم 30 سنه، لازم يكون الناس اللي هم الكنترول كلهم 30 سنه. لو قلت ان هم ميل يبقى لازم الكنترول يكونوا ميل، لو قلت ان هم مثلا مصريين يبقى لازم الكنترول يكونوا مصريين. بس تلاقي الجمله مكتوب لك ايه؟ كنترول ماست بي ماتشد وذ كيسز فور ذا كونفاوندنج فاكتورز. يعني ايه كونفاوندنج فاكتورز؟ العوامل المربكه، يعني اي عامل ممكن يبوظ لك البحث بتاعك او يبوظ لك الدراسه بتاعتك. ايه ده، هو ممكن يبوظ؟ اه، لو انت جبت الناس اللي عندها لان كانسر وعندها 60 سنه وجيت تقارنهم بناس عندهم الكنترول بتاعهم 15 سنه، ممكن يكون عامل السن هو اللي جاب لهم اللان كانسر مش التدخين اصلا، فيبقى انت كده بوظت الدنيا. فالايج يعتبر كونفاوندنج. السكس برضو، لو انت جبت ناس عندهم بريست كانسر في ميل عندهم بريست كانسر وجيت تقارنهم بمجموعه كنترول جبتها كلها ميل، ساعتها برضو هيبقى غلط عليك لانه الفيميل اصلا كونها فيميل ده بيزود اصلا نسبه البريست كانسر بالنسبه لها. فبالتالي الكونفاوندنج فاكتورز هي العوامل اللي ممكن اصلا تكون هي سبب المرض او تكون هي اصلا الاكسبوجر الحقيقي وانت دخلته معاك بالغلط في البحث بتاعك. لان احنا دايما زي ما اتفقنا قبل كده في اي قانون لازم بثبت كل حاجه بيبقى حاجه واحده بس هي المتغيره. فبالتالي طبعا هو مديك هنا امثله الايدج والسكس. السوشيال كلاس طبعا هو يكون فقير او غني. هو بيقول لك هنا ان هو اي شويه خصائص معروف ان هي بتؤثر في الاوت كام زي ما اتفقنا. طيب طبعا هنا المثال اهو بيقول لك ان في عندنا الاكسبوجر والاوت كام، فالكونفاوندنج ده بيجي يمسك المفروض المؤشر ده تلعب فيه للاسف، فبالتالي لازم تشيل ايه، تطلع ايدي خالص اللي هي كونفاوندنج. ماشي، بعد كده نتكلم في الكنترولز دول هجيبهم منين. يعني انا دلوقتي عارف ان انا هجيب الكيسز هجيبهم بطريقه ما، هو حبكت بقى يقول لك لا طب هجيب الكنترول منين. طب ما انت ما قلتليش هجيب الكيس منين، مالناش دعوه مالناش دعوه، احنا عبد المامور. عايز تجيب الكنترول منين؟ والله من اي حد، ممكن اجيبه مثلا من الشارع جنرال بوبيوليشن، من الشارع انزل الشارع اشوف اي حد اجيبه، ممكن من المستشفى اروح المستشفى فلاقي واحد عيان ومعاه مثلا اهله اخد اهله معايا، ممكن اصحابي، ممكن جيراني، ممكن حتى ناس شغاله معايا، او ممكن يكونوا اقراني. اقراني هنا بمعنى اي حد متشابه معاك في حاجه. يعني ايه؟ يعني اللي عايشين معاك في البيت، اللي عايشين معاك في قاعدين معاك في الشغل، اللي من نفس سنك، اللي من نفس كليتك، فاهمين الفكره؟ او فاميلي ممبر طبعا اللي هم مثلا جدك جدتك خالتك عمتك ابن خالتك ايا كان. دي مهمه؟ لا بس يلا اللي بعده. طيب شويه صور، ها يلا ابسطوا شويه صور. ايه نتكلم بقى على الخطوة التالتة اللي هي أهم خطوة اللي هي لن يخلو منها الامتحان، وهي إن أنت بعد ما جمعت داتا كلها عايز تستفها في شكل جدول عشان تعرف تتعامل معاها. جدول 2 في 2 ده بيحبوه أوي، يعني بيحبوا كلمة 2 في 2 دي. ممكن تلاقي MCQ يقول لك هي 2 في 2 ولا 2 في 3 ولا 3 في 2، وجت قبل كده في النظام القديم، ف 2 في 2 دي بيحبوها أوي أوي أوي. وبعد كده يقول لك احسب الأسوشيشن، احسب العلاقة. طيب بالراحة بقى، الجدول العظيم ده لازم يتطبع في دماغ كل واحد فيكم. طيب يتطبع إزاي؟ فوق دايما بيبقى فيه كيس وكنترول، المريض والسليم، وبرده فوق بيكون عندنا هنا على الشمال الشخص اللي اتعرض للاكسبوجر اللي هو مثلنا مثلا هو اللي اتدخن والناس اللي ما كانتش بتدخن. حلو قوي، يبقى كيس كنترول ويس ونو للاكسبوجر. التوتال ده شيله من دماغك خالص، يعني شيل كده التوتال ده كله من دماغك ما تفكرش فيه، فكر بس كده في في الاربع خانات دول اهو، 2 و2 خلاص، خانتين وخانتين. لما تيجي تبص لهم هتلاقيهم كالاتي، ده واحد لو قلنا الناس اللي عايشه في الخانه دي اخبارهم ايه؟ دول ناس مريضه وكانت بتدخن. طيب والناس هنا؟ دول ناس كانوا مريضين انما ما كانوش بيدخن. طب هنا دي ناس مش مريضه لكن ما بتدخنش، ودي ناس مش مريضه انها بتدخن. بالترتيب بتحطهم A B C D حرف Z وتحفظهم كالاتي. فانت تحفظ A B C D، فلما اجي في الامتحان اقول لك السي بيمثل ايه؟ تقوم قايل السي بيمثل الناس اللي هي المريضه انما ما كانتش بتدخن. طب البي بيمثل ايه؟ الناس اللي مش مريضه عشان هم كنترول انما كانوا بيدخنوا. ترسمها عندك وانت قاعد في البيت مره واثنين وثلاثه واربعه، لانك انت محتاج تكون مرسومه في دماغك مش مرسومه كمان في ورقه. طيب والتوتال بقى سهله، انت التوتال هنا هتجيب كل دول، التوتال هنا هتجيب كل دول، وهكذا التوتال هنا هتجيب كل دول، بس فمش فارقه معايا. نكمل. حتى الان احنا كده خلصنا الجدول، رسمناه وكتبناه وبقينا عارفين. ايه بقى اهميه الاي والبي والسي والدي؟
عشان لما اجي اعمل دلوقتي القوانين هنعوض بايه وبي وسي، بدل ما اكتب لك ديزيز وذ اكسبوجر، ديزيز وذاوت اكسبوجر، بنكتب ايه او سي او دي. طيب نقلب بقى ونشوف كده الدنيا فيها ايه. اول حاجه عندنا في قانون اسمه الريلاتيف كونتريبيوشن. يعني ايه؟ يعني المساهمه بشكل تقريبي. برضه يعني ايه؟ يعني بيقول لك هنا الاكسبوجر ده بيساهم، او الكوز اللي انت فاكر ان هو الكوز اللي هو التدخين، بيساهم قد ايه في حدوث المرض، بيساهم قد ايه في تكرار حدوث المرض. فبيقول لك هنا الايكويشن اللي هي المعادله، بيحسب بقى حاجه اسمها البروبورشن اوف ذا اكسبوزد امونج الكيس. كلمه بروبورشن كانت موجوده في المحاضره الاولى والثانيه، وقلت لكم هنشرحها ان شاء الله باذن الله قدام. كلمه بروبورشن معناها جزء من. يعني ايه؟ يعني يبقى اللي فوق جزء من اللي تحت، النومينيتور جزء من الدينومينيتور. طبعا احنا شرحنا يعني ايه نومينيتور ويعني ايه دينومينيتور. البروبورشن معناه ان اللي فوق جزء من اللي تحت، ودي مهمه قوي، واكتبها حتى فوق كده عندك في المذكره. طيب يبقى كده عرفت ان هيبقى في عندي دلوقتي معادله، او هيبقى عندي فيه كسر كده، الجزء اللي فوق فيه جزء من اللي تحت، ماشي. بعد كده يقول لك اوف ذا اكسبوزد، اكسبوزد اكسبوزد اه يعني الناس اللي كانت بتدخن، ماشي. امونج الكيزز، الناس اللي عندها مرض. واحده واحده بقى، الناس اللي بتدخن وبعد كده الناس اللي عندها مرض، ما ينفعش تحط كل الناس اللي بتدخن وتحط تحت كل الناس اللي عندها مرض. ليه؟ الارتياك اللي فوق جزء من اللي تحت. يبقى انت بتختار الناس اللي بتدخن وكانت مريضه او بقت مريضه على كل الناس اللي ايه المريضه، عشان تبقى اللي فوق جزء من اللي تحت. طيب البروبورشن اوف ذا اكسبوزد امونج الكنترول، بروبورشن يبقى اللي فوق جزء من اللي تحت، اكسبوزد يبقى هو عايز من الناس اللي كانت بتدخن، ولكن لازم يكونوا ايه مش ديزيزد عشان خاطر يبقى اللي فوق جزء من اللي تحت. فاجيب الناس اللي كانت بتدخن وما كانتش ديزيزد هتلاقيهم بي. يعني ارجع تاني للجدول اهو، اهو ده الجدول. لما هم قايل لك ايه فايه اهو اللي هم الاكسبوزد وهم الى حد ما مريضين، وبعد كده بقول لك البي يبقى البي اللي هم الاكسبوزد انما هم ايه مش مريضين. طيب جبت انا بقى الاكسبوزد among the cases وخلاص A على A زائد C، وجبنا الـ exposed among the control. exposed اللي هم الناس اللي هي تعرضت للتدخين أو اللي هي كانت بتدخن، فاللي هم من ضمن الناس اللي ما كانتش عيانة، فهم B على كل الناس اللي مش عيانة اللي هم B زائد D. طيب برضو جبنا ازاي B زائد D ديت، تعالوا كده نشوف اهي، كل الناس اللي هي كانت مش مريضة B زائد D، ما هو خانة الناس اللي مش مريضة اجمعها كلها فيطلع معك B زائد D، خانة الناس المريضة A زائد C. نخش بقى على الجزء الأهم الـ odds ratio. كلمة odds معناها البروبابيليتي، الفرصه، التشانس. وكلمه ريشيو زي ما قلنا ان كلمه بروبورشنال معناها ان اللي فوق جزء من اللي تحت، فكلمه ريشيو معناها ان اللي فوق مش جزء من اللي تحت، اللي فوق حاجه واللي تحت حاجه ثانيه خالص. فبالتالي الحاجه اللي هتبقى فوق هتبقى غريبه عن الحاجه اللي تحت، يبقى اللي فوق مش جزء من اللي تحت اهو. طب نشوف القانون بيقول ايه. علشان تعرف تحسب بقى الاودز صح لازم تحسب حاجه اسمها ار1 وحاجه اسمها ار2 زي ما عملنا من شويه في بي1 وبي2. الR1 هتبقى الاكسبوجر، بس بتفنى اود يعني معنى كان اللي فوق مش جزء من اللي تحت، فعندك الاكسبوجر among the cases. الاكسبوجر احنا عارفين ان هم الايه اللي هم الناس الاكسبوزد وكانوا مريضين او بقوا مريضين. على كل المريضين بقى زي ما كنا بنقول قبل كده في V1، لا مش كل المريضين، على بس سي. مين بقى سي دول؟ سي دول هم الناس اللي هم مريضين انها مش اكسبوزد. فطبيعي الناس اللي هم اكسبوزد اللي كانوا بيدخنوا وبقى عندهم لانج كانسر، دول ناس غريبه مقارنه بالناس اللي كانوا ما بيدخنوش لكن عندهم لان كانسر. فانت بتحط A على C، بتحط بالاخر A وبدل ما تحط تحت A زائد C بتحط C بس. طيب لما تيجي تبص عشان تفهم اكتر الـ odds of exposure among the control، المفروض ان احنا في الـ B2 كنا بنحسبها ازاي؟ كنا بنحط فوق الـ exposure اللي هم B، طبعا اللي هم الـ exposure من الناس اللي ما كانتش مريضة او ما عندهاش المرض، على الناس اللي المفروض ان هم ما جالهمش المرض. فممكن كنا بنحط B على B زائد D، ده في البي 2. انما عندي هنا احنا بنتكلم على اود مش بروبورشن، يعني مش جزء، مش اللي فوق جزء من اللي تحت، لا ده اللي فوق غريب عن اللي تحت. فانت تشيل الحاجه اللي شبه اللي فوق، الفوق كان AB وتحت B زائد D، شيل البي تبقى B على D. لما تيجي تحسب بقى الاودز ريشيو بتقسم R1 على R2. فلما تيجي تقسم R1 على R2 حاصل ضرب الوسطين في الطرفين، حاجه زي كده اعتقد. المهم يعني القسمه بتقلب ضرب. فبدل ما انت كنت المفروض بتحط A على C وبعد كده تقسمها على B على D، فتقوم سيادتك عامل ضرب الـ A في الـ D على الـ C في الـ B، أو الـ B في الـ C anyway. فتبقى A ضرب D على B ضرب C. هل أنا المفروض أحفظ القانون ده؟ رأي الشخص كعمر، الجدول في دماغك ده أهم بكتير، وتحفظ الـ R1 والـ R2 من غير حتى ما تحفظهم، أنت بس تبقى عارف تعريفهم. لما تعرف تعريفهم هيتفرق معاك في حاجتين. أولًا لو جالك في الـ MCQ وقال لك احسب لي Odd of Exposure to Risk Factor Among the Case وما قالكش R1 هتعرف تجاوبها. الحاجة التانية من القانون ده أو من الجملة دي تعرف تجيب القانون زي ما شرحناه كده بالتفصيل. يمكن الموضوع يبان تقيل شوية وأنت بتسمع الحتة دي، افتح قدامك المذكرة وبص على الجدول وشوف كده الـ A بتمثل إيه والـ B بتمثل إيه وهكذا، أو احفظ الجدول الأول قبل ما تخش في الجزء بتاع القانون. يبقى حتى الآن كده حسبنا حاجة اسمها B1 وB2 اللي اسمها Relative Contribution، وحسبنا حاجة اسمها الـ Odds Ratio اللي هي R1 وR2 وشرحنا الفرق ما بينهم. يجي يقول لك بقى إيه؟ طب معلش يا باشا أنا أكسبت إيه؟
يعني معلش عمال بتحسب لي قوانين كده زي قوانين الفيزياء، بس انا عارف قوانين الفيزياء بتكسبني ايه. قول لي بقى القوانين دي بتكسبني ايه؟ هل في علاقه فعلا ما بين الاكسبوجر اوت كام ولا لا؟ دي بتتعرف عن طريق الانتربريتيشن. يعني ايه كلمه انتربريتيشن؟ يعني دلوقتي انا معايا رقم، انا عايز اعرف معنى الرقم ده ايه. فالرقم اللي طلع معاك، لو طلع معاك الاودز ريشيو ده بيساوي واحد، مفيش اي علاقه بين الاكسبوجر والاوت كام، الاثنين ما لهمش علاقه ببعض، ما هماش اسباب لبعض. زي مثلا لما اجي اقول لك لو انت اكلت تفاح هيجي لك لانج كانسر، معلش جينا عملنا بحث ان اكل التفاح ما بيعملش لانج كانسر. لو بعد كده جيت تبص للاودز ريشيو لانها اكبر من واحد، هتلاقي ان اكل التفاح، زياده اكل التفاح هيزود نسبه ان يجي لك لانج كانسر. وبعد كده لما تيجي تبص على الاودز ريشيو لو اقل من واحد، معنى كده ان زياده اكل التفاح هتقلل ان يجي لك لانج كانسر. طبعا في الحاله دي اسمه ريسك فاكتور، عشان زي ما اتفقنا هو زيادته هتعمل المرض، وشرحنا الكلام ده قبل كده. انما في الحاله دي زيادته هتقلل المرض، يبقى اسمها بروتكتيف فاكتور. فانت لما تاخد مثلا فيتامينز هتحمي نفسك من ان يجي لك الكانسر، فشوف الكانسر يقل والفيتامينز هي اللي بتزيد، فده معناه ان هو بروتكتيف فاكتور. فيجي في الام اس كيو يقول لك بقى ايه؟ يقول لك الاو ار لو اكتر من واحد ده معناه ان الحاجه دي كانت ريسك فاكتور. تقول له اه، الاو ار اقل من واحد معناها كانت بروتكتيف فاكتور. اه، يقول لك طب الاو ار لو كانت اكتر من واحد ده معناه انه الانكريز في الاكسبوجر هيزود الاوت كام. تقول له اه. ممكن يجيب لك حتى المساله يقول لك احسبها لي، وبعد ما تحسبها لي ما يقولكش هات لي حتى الاو ار، يقول لك قول لي مدلول النتيجه هتطلع لك في الاو ار. وده بيحصل. ما علينا، انا كده ضربت المثال ووضحت لكم الاو ار كل مره تساوي ايه. الحلو كمان قدام عشان خاطر تبقى مثبت في دماغك، في عندنا حاجه اسمها ريلاتيف ريسك. نفس الحته دي بالظبط كده برضو هيكون ليها مدلول في الكوهورت ان شاء الله، ونفس المدلول لو الريلاتيف ريسك بتساوي واحد هيبقى نفس المربع ده، لو اكبر من واحد نفس المربع ده، لو اصغر من واحد نفس المربع ده، مفيش اي اختلاف خالص. يبقى حتى الان اهم حاجه خدناها، اخدنا التعريف بتاع الكيس كنترول، اهم حاجه خدناها اخدنا الجدول 2 في 2 والقوانين بتاعه البي 1 والبي 2 والار 1 والار 2 والاودز ريشيو اللي هو عباره عن الار 1 تقسيم ار 2 وكمان مدلول الاودز ريشيو اللي طلع معانا. نتكلم بقى على الادفانتج والديس ادفانتج بتاعه الكيس كنترول، وطبعا دي مهمه جدا وده اشهر سؤال كمان نظري، يمكن اللي فاتوا كلهم ام سي كيو انما ده نظري. الادفانتج بتاعتنا يقول لك اول حاجه طبعا هي ايزي، اللي هي عشان ريتروسبكتيف وسهله ورخيصه عشان بتقابل الشخص مره واحده. طيب الحاجه الثانيه يقول لك ان هي بسيطه قوي وسهله قوي ان هي تستخدم في البدايات زي ما اتفقنا عشان خاطر هي ريتروسبكتيف ففي الاول، وفي نفس الوقت برضو هي ما بتديش معلومات قيمه قوي لان هي مش اكسبيرمنتال، انت مش حاجه بايدك، انما بس تديك بس فكره بتتاكد ازاي ما تعمل حاجه بايدك. ممكن تستخدم في الرير ديزيز، واتفقنا الرير ديزيز ليه؟ عشان هي بتبدا اصلا اول حاجه بالديزيز، فاللي تبدا بيه هو الحاجه النادره، انما الحاجه الكومن خليها لبعدين. بتسمح لك ان انت تدرس سيفرال ريسك فاكتور بالراحه بقى عشان تعرف تحششها بشكل حلو. كيس كنترول انت بتبدا الدراسه بتاعتك بانك انت تجمع الناس المريضه، صح؟ بما انك بتجمع الناس المريضه فما دي الحاجه النادره زي ما اتفقنا، وده يديك الفرصه ان انت تدرس سيفرال ريسك فاكتور. طبعا ريسك فاكتور هنا الاكسبوجر، فالحاجه اللي تبدا بيها تبقى هي الحاجه الرير، والحاجه اللي ما تبداش بيها تبقى هي الحاجه السيفرال. ده التحشيشه. طب انا عايز افهم بقى، بمنتهى البساطه انت هنا هتجيب الناس اللي عندها لان كانسر، صح؟ جميل. وعايز تعرف ايه اللي سبب اللان كانسر، ممكن تعرف السموكينج يسبب اللان كانسر ولا لا، وممكن تعرف السن يسبب اللان كانسر ولا لا، وممكن تعرف كمان السمنه سببت لان كانسر ولا لا. ممكن تبحث عن ثلاث حاجات في نفس الوقت، انما ما ينفعش تبحث عن كذا لان كانسر، او يعني قصدي كذا مرض. ما ينفعش انك انت بادئ اصلا الدراسه باللان كانسر، فانت جمعت الناس على اساس انهم عندهم لان كانسر، وتبدا تسالهم على الفاكتورز براحتك بقى، قول لهم بتدخنوا، قول لهم سنكم كام، قول لهم بتلعبوا رياضه ولا لا. انما ما ينفعش تقول لي هدرس كذا مرض وانا هبدا اصلا بدنا انقي الناس اللي عندها مرض. هنقيهم بقى بناء على ايه؟ هنقيهم ناس مريضه باللنج ولا مريضه مثلا بالجي اي تي ولا مريضه بايه؟ انا عايزهم يكون حاجه معينه هي اللي بقى بناء عليها بجيبهم، وبعد كده ابدا ابحث بقى في حاجات ثانيه. واللي التحشيش زي ما اتفقنا اللي تبدا بيه هو اللي يبقى رير، وما تبداش بيه يبقى هو السيفر. بيقول لك هنا بقى ان هو كمان مفيد في دراسه الامراض اللي يكون فيها حاجه اسمها لونج ليتنسي. لونج ليتنسي معناها الفتره ما بين سيادتك تتعرض لحاجه وبعد كده الحاجه دي تقلب معاك بمرض، يعني سيادتك تدخن وبعد فتره طويله جدا يجيلك كانسر. الموضوع ده حلو ليه؟ لان انت لو كنت هتفكر فيها شويه، انا ريتروسبكتيف، يعني انا بجيبه وبعد كده اساله انت من 10 سنين كنت بتدخن او كنت تعمل ايه ودلوقتي جالك اللان كانسر. طيب لو انت مش هتعرف تستخدم معاه كيس كنترول وما تستخدم معاه ايه؟ كوهورت. كوهورت معناها بروسبكتيف، يعني هتفضل تراقبه. تخيل معايا لو تاكل التدخين بيعمل لان كانسر بعد 10 سنين، هتجيب واحد بيدخن وتقعد تراقبه 10 سنين، هتصرف فلوس كده جدا وهتصرف مجهود ووقت كتير جدا. انما ريتروسبكتيف انت بتجيبه بعد 10 سنين، سيبه يدخن براحته خالص، وبعد 10 سنين تقابله وتقوم قايل له إيه هو انت كنت بتدخن؟ يقول لك اه انا كنت بدخن من 10 سنين، عشان كده اصلا جاي لان كانسر دلوقتي. فالفكره كلها بما ان النتيجه بتاخد وقت، يبقى انا اقابلك وانت عند النتيجه واسالك هو انت كان عندك سبب ولا لا. انما لو كانت ما بتاخدش وقت، ممكن اجيب السبب وافضل اراقبك شويتين لحد ما تطلع لك النتيجه. طيب doesn't require large sample، ليه مش محتاج
عدد كبير او مش محتاج عينه كبيره، لان بمنتهى البساطه احنا كنا قلنا قبل كده او هنقول بعد كده ان شاء الله ان العينه الكبيره هدفها ان هي ما تفقدش منك كتير، لان احنا هنقول ان شاء الله قدام ان اللارج سامبل الهدف منها لما تكون سيادتك بتعمل حاجه اسمها فولو اب. لو انت هتراقبني، لو انت هتتابعني فتره طويله، يبقى هات كميه كبيره مننا. ليه؟ عشان ممكن مننا الناس ما تجيلكش. وده من قبل كده كنا بنتكلم على اللونجيتودينال او اللي هو الانستنس، عشان كان فيها فولو اب فكان لازم عدد كبير. ويقول لك ان هو ممكن تحسب حاجه اسمها الاودز ريشيو، طبعا دي حاجه كويسه واحنا اصلا حسبناها، اصلا قلنا القانون بتاعها. ويقول لك انت تقدر تثبت ان الهايبوثيسيس دي موجوده. الهايبوثيسيس اللي هي معناها ايه؟ زي ما قلنا ان في عندنا سببيه ما بين السبب والنتيجه، ما بين الاكسبوجر والديزيز. الادفانتج كلها متجمعه في كلمه سرب. سرب ازاي بقى؟ اول حاجه حرف السين ان هي سهله وسريعه وسمول سامبل، وحرف الراء اللي هي رير وريسك. رير تبقى عارف ان هي رير ديزيز عشان هي بتبدا بالديزيز، وريسك فاكتور ما تنساش تعلق عليها ان هي سيفرال عشان هي مش الحاجه اللي انت بادئ بيها. وما تنساش كمان انت ممكن تحسب الريسك اللي هو اسمه التاني الاودز ريشيو. وبعد كده عندنا سرب حرف البي ان هي بتثبت الهايبوثيسيس زي ما اتفقنا كده، يبقى انت قلتهم كلهم. طيب وما تنساش برضو حته صغيره بتاعت اللونج ليتنسي وفكره ان هي الايرلي ستيجز، هم دول بس الاثنين مش موجودين عندي في التحشيه بتاعتي او في التجميع بتاعتي. طيب حتى الان كده الادفانتج خلصت، ندخل بقى على الديس ادفانتج. مفيش فيها ديس ادفانتج كتير. اول حاجه ما ينفعش تحسب منها البريفالنس او الانسيدنس، طبعا لان احنا اتفقنا بكان البريفالنس ديت المفروض ان اسمها كروس سكشنال والانسيدنس اسمها لونجيتودينال. وبرده الكوهورت قدام هيحسب واحده فيهم، بس انا مش هقول لك مين فيهم. اتمنى واحد كل واحد فيكم يخمن هي ممكن تطلع مين، بريفالنس ولا انسيدنس. طب ليه اصلا ما اقدرش احسبهم دلوقتي وانا كيس كنترول؟ لان انت بمنتهى البساطه انت بتبدا اوريدي بناس عينه وبتشوف هم الناس دي جالها الريسك فاكتور ولا لا، فانت مش بتعمل كالكوليت للبريفلنس والانستنس، انت اصلا بادئ بيهم. انما في مش عايز برضو احرق برضو في كلكم في الكوهورت، انت المفروض بتبدا بناس مش مريضه وبعد كده هيجي لهم مرض، فساعتها ممكن تقعد تحسب. انما انت هتحسب ايه وانت اصلا بادئ بيهم؟ يعني هقول لك انا هديك 10 فرخات، تقول لي روح احسب ال 10 فرخات، هم 10 فرخات وانت عارف ان هم 10 فرخات من الاول، فانت اصلا بتبدا بالناس المريضه. وزي ما اتفقنا كلمه بريفلنس معناها كل الناس اللي جالها مرض سواء دلوقتي او من زمان، وانستنس معناها كل الناس اللي جالهم مرض دلوقتي. وطبعا المعادلتين مش محتاجهم انت في حاجه، لان انت عارف اصلا من الناس اللي جالها مرض اشتبه ايه بيهم. Not useful in rare exposure، ما احنا اتفقنا هي rare disease rare outcome عشان هي بتبدا بال outcome، انما هي مش كويسه في rare exposure، لان زي ما اتفقنا لو كانت كويسه فيهم كانت بدات بيهم، عشان دي حاجه rare مش عارفين هتحصل امتى، فما ينفعش ابدا بالحاجه الكومن واستنى الرير يحصل، ما ممكن ما يحصلش. وفي الاخر يقول لك ان هي للاسف عرضه للتزييف او عرضه للبايس. البايس ترجمتها الحرفيه عشان تبقى عارفها هي اسمها تحيز، والكلمة دي مهمة جدا 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 بالذات في المحاضرة الخامسة معانا إن شاء الله. طيب هو أصلا يعني إيه بايس؟ البايس معناها أي غلطة، أي غلطة بتحصل وأنت بقى عمال بتجمع البيانات وأنت عمال بتعمل لها أناليسيس، أي غلطة بتحصل في البيانات بتاعتك وأنت بتجمعها أو بتستفها اسمها بايس. طب هو أنا ليه في عرضة لإن يحصل عندي بايس في حالة الريتروسبكتيف ستادي أو الكيس كنترول ستادي؟ لأن بمنتهى البساطة أنت بتقابل الناس العينة تمام؟ وتسألهم أنتوا من زمان كنتوا بتدخنوا ولا لأ؟ ممكن يضحكوا عليك، ممكن لك احنا كنا بندخن، اقول لك لا احنا ما كناش بندخن هما كانوا بيدخنوا. على عكس البرو ستادي، لان البرو سبكتيف ستادي انت بتجيبه وبعد كده تفضل تراقبه لحد ما تشوف هيحصل له ايه. فاظن كده بقى مفيش بقى مش عارف يضحك عليا، انما يعرف يضحك عليا لان انا بساله على زمان، هو بيقول لي زمان ده بيقول لي اه انا كنت او ما كنتش. فبس هي دي الفكره يعني. ف بس اعتقد هو ده كده كل حاجه احنا المفروض قلناها في كيس كنترول. قلنا التعريف بتاع الكيس كنترول ده اهم حاجه عندنا، اتكلمنا على القوانين بتاعتنا، اتكلمنا على الديس ادفانتج. نخش على المرحله المفضله بالنسبه لي وهي الكويشن. اول حاجه عندنا سؤال ليه علاقه بالانترو ديفينيشن، وبعد كده سؤال علاقه بالستبس، وبعد كده بالاوت كوم، وبعد كده ادفانتج ديس ادفانتج. ناخد بقى اول سؤال عندنا. The association between low birth weight، دي معناها ان البيبي اتولد ووزنه قليل شويه، المفروض اتولد وهو وزنه 3 كيلو ونص، اتولد 2 كيلو مثلا، والام اللي كانت بتدخن اثناء الحمل، هي دي الدراسه ما بين الحاجتين دول. فهم جابوا ايه؟ جابوا امهات خلفوا عيال وزنها قليل، وامهات خلفوا عيال وزنها مظبوط. والعيال اللي وزنها قليل ديت عندهم هيستوري، يعني كانوا زمان بيدخنوا. والامهات اللي ولدوا عيال وزنهم كويس كانوا زمان ما بيدخنوش. نوع الدراسه دي ايه؟ طبعا الاجابه كيس كنترول. اولا انا بادئ اهو بالام المريضه، انا بادئ بالمرض، بادئ بالولد اللي بيخلفوه هو وزنه خفيف، ده المرض، ده الاوت كام. وبسالها كمان على هيستوري، انا بقول لك هيستوري يعني ريتروسبكتيف وش اهي هيستوري، فتبقى على طول كيس كنترول. ليه مش بروسبكتيف؟ عشان بسال على هيستوري زي ما اتفقنا. ليه مش كروس سكشنال؟ عشان قلت لك انا جمعت امهات عندها المشكله وامهات ما عندهاش، او بيبيهات عندها المشكله وبيبيهات ما عندهاش، فكده في مجموعتين، وكروس سكشنال لازم تكون مجموعه واحده.
ليه مش كوهورت؟ لان كوهورت اصلا هي بروسبكتيف ستادي. طيب السؤال اللي بعده: all of the following are true about case control studies except an analytical epidemiological study design selecting cases and defining controls. These studies are carried at once. It's not a feasible design where disease outcome is rare. احنا عايزين ايه الحاجة الغلط؟ طبعا سهل قوي. It's not a feasible design. طبعا هي كلمة feasible معناها الدراسة الأفضل للحاجة دي. فهي المفروض ان هي افضل لما يكون الاوت كام رير، لان هي بتبدا بالاوت كام، فبيقول لك نوت، فانت طبعا غلط. فايه اللي كان غلط؟ To determine an odds ratio one would have to perform which of the following studies. واحد عشان يعرف يجيب odds ratio لازم يعمل حاجه من الدراسات دي. مين الدراسه اللي فيها odds ratio؟ طبعا ده سؤال عبيط قوي بس ايش. طيب كيس كنترول، يعني احنا بنتكلم عن كيس كنترول النهارده، فهي odds ratio. اخر سؤال: كيس كنترول ستاديز ار يوسفول فور طبعا هي الإجابة rare disease. وطبعا انتم مدلعين دلع رهيب في الأسئلة بتاعت المحاضرة ديت، فالمرة الجاية نشد شدة جامدة إن شاء الله. بالتوفيق يا رب.